المشاهدون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم بكل الخير. أهلا بكم إلى عرض الصباح الإخباري من تلفزيون السودان الذي نبدأه بالعناوين. المباحثات بين السودان وجنوب السودان تؤكد الاستمرار في تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك. البشير والسلفاكر يؤكدان أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة. اللقاء التشاوري لقيادة الأحزاب السياسية حول الحوار الوطني يلتئم اليوم الأحد. أهلا بكم. توجت المباحثات بين السودان ودولة جنوب السودان خلال زيارة الرئيس الفاكر للخرطوم بالتوصل إلى تفاهمات كبيرة في عدد من الملفات، وتم التأكيد على المباحثات على إنفاذ ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقيات التعاونية المشتركة. واتفق الجانبان على مواصلة الزيارات بين البلدين ووضع الحلول لكل المعضلات. مشاهد وشواهد أخوية كانت أهم ملامح زيارة الفريق سلفاكير مياردات للخرطوم، والتي تأتي في إطار تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى جوانبها الاقتصادية والسياسية والعسكرية، فضلا عن ترسيخ وإنفاذ اتفاقيات التعاون المشترك من خلال المباحثات الوزارية بين الجانبين التي احتلت حيزا معتبرا ضمن فعاليات الزيارة، والتي حظيت باهتمام رسمي بدا جليا من خلال الزخم الرسمي والإعلامي. فكل هذه المجموعات انخرطت في اجتماعات مكثفة للتداول في الشأن الثنائي فيما يلي كل مجموعة على حدة، وهنالك تفاهمات كبيرة تمت، وهنالك وعد بمواصلة العمل خلال أسبوع في مجالي البترول ومجال الأمن والدفاع. وتوجت المباحثات الوزارية بين البلدين التي شملت الجوانب الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، بجانب جملة من الشواغل توجت بالاتفاق على ضرورة تبادل الزيارات لوضع الحلول الناجعة لكل المعضلات الآنية والمستقبلية. لكن هناك اتفاق من حيث المبدأ على إنفاذ كل ما تم الاتفاق عليه في التعاون المشترك بين السودان وجنوب السودان. كذلك تفرغت هذه الاجتماعات لوضع اتفاق جنوب السودان والتحديات الأمنية والدور الإقليمي المطلوب في إطار مبادرة الإيجاد لإحلال السلام في جنوب السودان. السودان كما تعلموا له دور محوري باعتبار أنه عضو مؤسس في الإيجاد وأحد أطراف الوساطة الثلاثية برئاسة الأخ سيف المسفن والأخ الداري والأخ الجنرال سيمبوليو. فالسودان له دور كذلك إطمئنه على سير المفاوضات وضرورة أن تبلغ مبادرة الإيجاد نهايتها بإحلال السلام في جنوب السودان، وأن يجنب جنوب السودان محاولات التدويل، وخير للجنوب وخير للسودان أن يحدث استقرار وحل سلمي بدل من يكون هنالك حل عسكري في جنوب السودان. ووفقا لفعاليات الزيارة والروح الإيجابية من خلال المباحثات، فإن الرأي العام يترقب مخرجات هذه الزيارة التي تمثل تتويجا للعلاقات المتميزة بين البلدين. زيارة الفريق سلفاكير مياردات للخرطوم حملت في طيابها العديد من الدلالات السياسية والاقتصادية، كما أنها تؤكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل مواقف السودان الإنسانية تجاه الأزمة بدولة جنوب السودان. ياسر المساعة، تلفزيون السودان، الخرطوم. في المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية ورئيس دولة جنوب السودان، أكد المشير عمر البشير والفريق أول سلفاكير أن المرحلة القادمة ستشهد العمل على تنفيذ اتفاقيات التعاون بين البلدين بجانب تطوير علاقات التعاون بين السودان وجنوب السودان وتعزيزها. قبل مغادرة رئيس دولة جنوب السودان الخرطوم عائدا إلى جوبا، عقد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ورئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفاكير مياردجيد مؤتمرا صحفيا بمطار الخرطوم حول نتائج الزيارة، حيث أكد المشير البشير العمل سويا لتحقيق الأمن والسلام في البلدين. تطرقنا فيها إلى العلاقات بين البلدين وتطويرها وتنفيذ الاتفاقيات الواقعة بين البلدين، وأيضا تحدثنا عن الأوضاع الأمنية في البلدين، واتفقنا عن أيضا نتعاون مع بعض البعض لتحقيق السلام
والامن يعني جنوب السودان وفي السودان. نقول حقيقه الزياره هي تجي في اطار تبادل الزيارات والمشوره والاتصال بين القيادات في البلدين لدفع هذه العلاقات ان شاء الله الى مراحل ارحب، وكلنا امل ان شاء الله انه يتحقق السلام والامن في البلدين، وان يتم تطبيع العلاقات وفتح الحدود لتبادل المنافع بين البلدين. وعلى ضوء المباحثات التي انعقدت بين الجانبين ببيت الضيافة بالخرطوم، شكر الفريق سلفاكير حكومة وشعب السودان على استقبال وضيافة شعب الجنوب عقب الأحداث الأمنية التي شهدها الجنوب، بجانب المساعدات التي قدمها السودان لجنوب السودان خاصة أيام الفيضانات. وأشار سيلفا كير إلى العمل على تنفيذ اتفاقيات التعاون بين البلدين. الزيارة طبعا ناقشنا فيه حاجات كثيرة، تبدأ بكل الاتفاقيات اللي نحن وقعنا في الدولتين وخشينا في المشاكل البهمة الأقليم والدولتين والمشاكل بتاع المنطقة عامة. فنحن وصلنا لاتفاقيات في كل النقاط، واتفقنا على آليات لتفعيل كل الاتفاقيات اللي نحن اتفقنا عليه. فإن شاء الله إنه هيتم تنفيذ الاتفاقيات دي في وقت قريب العجل. الزيارة تعتبر امتدادا طبيعيا للزيارات المتبادلة بين القيادتين في البلدين، تعزيزا للتواصل المستمر والتعاون البناء بما يخدم مصالح الشعبين. الوحدة الجغرافية بين البلدين والتي وصلت إلى طريق مسدود تتراءى الآن وبقوة ملامحها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمصالح المشتركة، وهذا ربما تدخره الأيام القادمة. محمد الشنيدي، تلفزيون السودان، الخرطوم. هذا وقد غادر رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميردة البلاد عائدا إلى بلاده بعد زيارة قصيرة أجرى خلالها مباحثات مع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، تناولت تطورات الأوضاع في جنوب السودان وعددا من القضايا التي تهم البلدين. وكان في وداعه بمطار الخرطوم رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء والمسؤولين.